करे अपना सफर। उड़ान ली जो तूने ठान ली, जो ठान ली संग किस्मत बांध ली। उड़ान ली ठान ली जो तूने ठान ली संग किस्मत बांध ली। معانا كده ان شاء الله جينا خدنا دايره في النص على الوسط بتاع المكان، عملنا طبعا نقطه ارتكاز على مقاس الطول في العرض، ادينا نقطه ارتكاز في النص عملنا فيها زي ما انتم شايفين معانا ان شاء الله دايره. كان في طبعا هنا صوره معموله من جيبس بلدي دريناها طبعا بالدائره زي ما انتم شايفين معانا، طلعنا منها طلعين عكس بعض، واحد يمين واحد شمال عكس بعض بالنسبه للدايرتين نص قوس، وهيبقى داخلهم طبعا سبوتات زي ما شايفين معانا خرطوم الكهرباء واصل. الرجاله دلوقتي معانا اولاد موافي ياخدوا شبالونه على الوش اللي هيركب، بحيث ان احنا بنحط زي ما شايفين معانا ان شاء الله رسمين منظر للدايره زي ما انتم شايفين معانا كده ان شاء الله التخطيط مرسوم ازاي. بعد كده بنبدا نقطع بالاركت ونبدا نلزق الوش زي ما انتم شايفين معانا ان شاء الله بالمسامير زي ما انتم شايفين معانا المنظر اهو. ان شاء الله معانا الشكل النهائي بالنسبه للشكل اللي في النص قدام حضراتكم، دايره في النص مقفوله وفيها قوسين طالعين واحد يمين واحد شمال على مستوى سقف الصاله اللي معانا ان شاء الله داخل الجبس البلدي. معانا ده استاذ محمد موافي بيحط التاسيسات الزوايا الداخليه على الحيطه زي ما انتم شايفين معانا. طبعا ده مطبخ امريكاني عملنا عليه منظر ان شاء الله، هيبقى في نظام هنا ارشف داخلها كهرباء برضه معانا، حكومه الكهرباء طالع معانا اهو، نكمل الضلع تحت ان شاء الله على حرف زد مع ثلاث قطع على اليمين واثنين على الشمال. معانا هنا المكان ده هيبقى فيه حرفين ال لمكان الشاشه البلازما ان شاء الله، وعلى العمود نفس الشيء برضه ارفف زي ما انتم شايفين معانا الرسم التخطيطي الشكل اللي معانا ان شاء الله رفيعين برضه، نحط الزوايا برضه نفس المقاسات بالنسبه للجنب اللي على اليمين. معانا هنا اوضه النوم، معانا هنا اوضه النوم الرئيسيه ان شاء الله في شكل معانا هنا في النص استاذ علي موافي شغال تصميم عليه ان شاء الله. اذا انتم شايفين معانا الزوايا مقسمينها في السقف، هيبقى في مربع في النص في بيت نور من الخارج ومن الداخل مقفول عشان هيبقى في نجفه في النص. معانا هنا حرف ال وفي طرف المربع اللي هناك هيبقى في مربع صغير مقفول، وهيبقى في بيت نور برضه من الخارج عشان يبقى ده الشكل الرئيسي اللي معانا في اوضه النوم الرئيسيه ان شاء الله. لسه مكملين مع حضراتكم ان شاء الله خطوات العمل مع مكتب اولاد موافي. مكملين ان شاء الله مع حضراتكم الشكل النهائي معانا فيه الحمد لله. بقت قدام حضراتكم شكل المربع اللي في النص في بيت نور من الخارج، من الداخل ان شاء الله هيبقى مقفول هيبقى فيه 5 سم باينين. والضلع الشمال اللي هو الحرف ال بقى قدام حضراتكم في الصوره الحمد لله تقفل الوش، فاضل فيه بيت النور هيبقى فيه بيت نور من الخارج من ناحيتين. معانا هنا المربع اللي في الاخر هنا ان شاء الله يبقى غلصان شويه عشان يتحدد لون تاني، وهيبقى فيه بيت النور برضه يتحدد معانا بيت النور مع الرسم المكمل اللي معانا ان شاء الله. بالنسبه للجزء اللي بره مع حضراتكم ان شاء الله شكل مكتبه الشاشه زي ما انتم شايفين معانا المنظر الحمد لله تقفلت معانا الشاشه حرف ال طالعين اثنين عكس بعض.
بدأنا هنا نحط الجناب داخلها خرطوم كهرباء برضه هيقفل الوش عليها ان شاء الله بالنسبه للرفرف مع الشكل اللي هنا اللي موجود معانا ان شاء الله. دلوقتي ان شاء الله الحمد لله وصلنا للمرحله النهائيه بالنسبه للتصميم اللي معانا في اوضه النوم. زي ما انتم شايفين معانا الحمد لله التصميم خلص بالمعجون بتاعه واضح في الصوره قدام حضراتكم. بيت النور معمول معجون من الداخل بحرف ال ال مع اثنين جنبين زي ما انتم شايفين معانا ماسكين المربع بحرف ال ال داخل خرطوم الكهرباء واصل داخل المربع بالكامل ان شاء الله مربع غطس عن المربع الثاني. والحمد لله التصميم الاولاني خلص معانا زي ما انتم شايفين. بالنسبه للتصميم اللي في الخارج حضراتكم ان شاء الله شكل التصميم برضو خلصان معانا شكل المربعات مع مكتبه الشاشه شكل التصميم بالكامل معانا الحمد لله. المكتبه الحرف ال ال ورفين جنبها على الشمال وفي رفين على اليمين مربوطين زي ما قلنا لحضراتكم على المطبخ الامريكاني بالرفوف اللي موجوده معانا. الاستاذ محمد موافي بيقفل المراحل الاخيره من الوش ان شاء الله. ضفنا هنا لمسه جماليه لوش خارجي عباره عن 10 سنتي بروز فوق حرف ال ال مكملين ان شاء الله مع حضراتكم. معانا هنا المطبخ ان شاء الله في تصميم هنا داخلي هيبقى داخل مربعات موجود معانا ان شاء الله خشب اكريليك طبعا زي ما انتم شايفين معانا المسافات ما بين المسامير ما بين بعضها قريبه ان شاء الله عشان التثبيت يبقى مناسب على المكان ويبقى فيه امان للشغل اللي موجود معانا ان شاء الله. طبعا ده تصميم للمطبخ والاستاذ علي موافي شغال معانا هنا في تصميم اوضه الاطفال زي ما حضراتكم شايفين معانا الحمد لله. مكملين معاكم ان شاء الله شكل الجناب نزلت معانا ان شاء الله وتحدد الثلاث مربعات هيبقى داخل كل مربع معانا ان شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم هيبقى فيه خشب اكريليك. بدأنا نقفل في الوش طبعا هيبقى فيه بيت نور من الداخل سند عليه خشب الاكريليك فاحنا عاملين المعجون بتاع بيت النور من الداخل زي ما انتم شايفين معانا المنظر الحمد لله. بالنسبه للجزء اللي في اوضه النوم الاطفال معانا في الصوره تقفل الشكل المستطيل اللي في النص طبعا في شكل المظبوط في النص لسه هيتفتح فيه سبوتات تاني يبقى فيه بيت نور برضه من الخارج مكمل معانا ان شاء الله يبقى فيه سبوتات موجوده برضه في نفس المنظر اللي معانا ان شاء الله. ان شاء الله معانا البلانكه دلوقتي 40 سنتي جنب الحيطه يبقى فيها بيت نور ان شاء الله زي ما انتم شايفين معانا تقفيل الوش بالنسبه لجيبسون بورد وبيت النور من الداخل راكب عليه الزاويه ان هيركب على شفه البيت النور ان شاء الله شفه هتبقى 6 سم طالعه لفوق عشان يبقى في فراغ بينها وبين السقف عشان يبان النور الليد معانا ان شاء الله. وهيبقى معانا هنا في النص ثلاث مربعات على شكل ثلاث سندوكسات لاسكين في بعض مع حضراتكم مخرج الكهرباء ان شاء الله مطلعينه معانا اهوت. وهيبقى في هنا معانا مكتبه لشاشه البلازما على الجدار ده عشان دي هتبقى اوضه كشف عيادة الكشف ان شاء الله طبعا من توصيل السباكه والكرسي بتاع الاسنان عشان دي عياده اسنان معاكم من داخل العياده ان شاء الله بنعمل التصميم زي ما انتم شايفين معانا من داخل اوضه الكشف في عياده الاسنان مع مكتب اولاد موافي ان شاء الله. مين مع حضراتكم ان شاء الله معانا الشكل النهائي للبلانكه
زي ما انتم شايفين معانا الثلاث مربعات سامبوكسات زي ما قلنا لحضراتكم داخلين في بعض وصلهم خرطوم الكهرباء، والبلانكه خلصانه معانا طبعا 40 سم وفيها بيت النور 6 سم زي ما انتم شايفين معانا تقفيل المعجون على السوق والشراب معانا ان شاء الله. فتحنا السبوتات داخل كل سبوت الخرطوم بتاعه عشان ما يبقاش فيه اي مشكله للكهربائي. معانا الحمد لله خلصنا معانا مكتبه شاشه البلازما عشان دي هتبقى مكتبه قصاد مكتب الكشف. زي ما انتم شايفين معانا المكتبه الدوران بتاعها والارفف مظبوطه معانا على الشغل اللي موجود معانا ان شاء الله. فتحنا برده فيها سبوتات في الارفف واللي معانا ومع الدوران عشان تبقى مناسبه على المكان.